خليه جاي بدري ما دام يعني فيش ازمه مش شايفه انا فيش ازمه كمان شوي تلحق تلحق دور في الفتره الاخيره عاده انا المحسون مسلك او والله مش كل اوقات دي الساعه يمكن 3:30 واي ساعه متوقع تفوت انت بتوقع تفوت يمكن على 5:30 اطلع النام جوا لحد الان في تعقيدات اللي كانوا يحكوا عنها العمال مثلا لحد الان موجود التفتيش وتفتيش جسدي وشغلات زي الاجهزه الموجوده بتاخذ وقت مع العمال بصير ضغط عمال الحين الناس تتاخر عن شغلها الوضع يعني بقدرش اوصف لك اياه يكون يعني اكثر من 100 في مساحه خلينا نقول 16 متر مربع كل 10 في متر مربع